لنرى اليوم من أفصح قريش لسانا، أنا أم محمد؟ أيجب أن تخرج يا أبتي؟ ويحك، لقد عولت قريش علي أكثر من أي رجل فيها. يا أبتي، لقد رزقت لسانا قويا ومنطقا حسنا، فهل أنت مطمئن إلى أنك ستجعل ذلك اليوم في موضعه؟ إن لم أقم اليوم مقاما تحمدني عليه قريش، فمتى؟ أني لا أفهم هذا، أقسم إني لا أفهم هذا. ما عليكم إذا خرج محمد إلى أفواج العرب في موسم الحج يخبرهم عن دينه؟ ما يفعل هذا حتى دعاكم قبل العرب جميعا؟ أنترك محمدا يفتن العرب عنا ويسفه أحلامنا عندهم ثم لا نحول بينهم وبينه؟ لماذا تجيء أفواج العرب إلى هذه القرية؟ أليس للحج والطواف؟ والشراء، لا تنسى هذا. وأنت أيضا لا تنساه، لأني أجمع لك ولأخيك. إذا تركنا محمدا يصل إليهم فما هو قائل؟ مهما قال فلن يعدو أن يكون كلامه: يا معاشر العرب، لقد أحفيتم أقدامكم وفارقتم عيالكم وهدرتم أموالكم فيما لا نفع فيه، إن حجكم لباطل وإن عبادتكم لباطلة، ولا فرق عند الله لو بقيتم في عيالكم وكفيتم أنفسكم مؤونة الرحلة. فماذا يبقى لنا من العرب لو أطاعوه؟ ولكن ألستم تقولون إن دينكم حسن وإن دين محمد قبيح، فلماذا تحذرون أن يسمعه العرب؟ اتركوه يقيم الحجة على نفسه بكلامه، فذلك أجدى. لعله يفتنهم بلسانه، وإن فيهم ضعيف العقل والسفيه، ولا يعرفن العرب اليوم أينا أبلغ خطابا وأقوم حجة ومنطقا. تالله إنك لترى في هذا الشأن سباقا في فصاحة القول وفصل الخطاب كشأن الناس في سوق عكاظ. قد غلب اليوم من شحذ لسانه. قد عرفت قبل الآن أنه لا نفع فيك، فلا تفسد علي يومي. هو ذاك؟ هيا هيا، لا يسبقنا محمد إلى الحجيج. لا نفعلك بي يا أبتي. ماذا؟ وأنت أيضا؟ وأيم الله لتخرجن معي. إني أحب أن يراك الناس في كل مقام أقومه. ولكني ويحك يا أبا جندل، إني لا أخرجك إلى حرب، فقد علمت أنك ماذا علمت يا أبتي؟ أني لست أهلا لها؟ لا أدري لماذا نشأت ضعيفا مترددا تخشى الناس وتفر من مواقف الرجال. ولكني أحرص على طاعتك يا أبتي. نعم نعم، ثم أراك منزويا في المكان لا تدلي برأي، تكون في القوم وكأنك لست فيه. لم أكن أعرف أن هذا رأيك بي. أريدك أن تكون جلدا. لماذا لا تكون كخالد بن الوليد أو عكرمة أو صفوان بن أمية أو أخيك عبد الله؟ أخي عبد الله؟ لم أكن أعرف أن رأيك فيه حسن. يعجبني جلده وأحبك أكثر منه. لماذا 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 لا تكون مثلهم؟ ليس آباء هؤلاء القوم بأفضل من أبيك؟ ولا قومهم بأمنع من قومك؟ فلماذا يحسنون ما لا تحسن؟ أخوار أنت يا أبا جندل؟ أخوار أنت؟
أنا أجتهد بين الرجال أن أبني لأبنائي مجدا تليدا، أما أحدهما فعنده الجلد والقوة وليس عنده الطاعة، وأما الآخر فعنده الطاعة وليس عنده لكل امرئ غايته ومشربه يا أبتي، ولا يضرني أن لا أكون كخالد بن الوليد أو صفوان بن أمية، بل يضرني أن أخرج من طبعي لكي أتكلف غيره. قد تأخر الوقت الآن، هيا معي. أمتى صباحا يا أبتي؟ أمتى صباحا يا خالد؟ كيف أصبحت يا أخي؟ كان لابد أن تفعل هذا وأنت تحيي، فأنا في غنى عن تحياك. ما بك أيها الوليد؟ ألا تحتمل شيئا من المزاح؟ كان هذا مزاحك، فكفاني الله شر جدك. أيكون جدي على أخي الوليد بن الوليد؟ كيف تقول هذا يا أخي؟ بل أنا على أعدائك. ألا أستطيع أن أكفي نفسي بنفسي من أعدائي حتى أتقي بك؟ وما عليك لو فعلت، لا تصيبك منقصة حتى تصيبني. هذا خالد بن الوليد متحفز للصراع دائما، لو لم يجد أحدا يصارعه لصارع نفسه. تلك التي لا أقدر عليها. دعنا من هذا الآن يا بني، إن علينا أعمالاً يجب أن نقضيها. وما تلك؟ ثكلتك أمك يا خالد، إنه الموسم. وإن كان إننا نقضي السنة في تجارة الشام وتجارة اليمن لهذه الأيام قبل غيرها. وماذا تريدنا أن نفعل؟ غلماننا يكفوننا البيع والشراء. إن لم يجدوا عيناً منا عليهم أكلونا. وأنت ألن تقف لتجارتك؟ تجارتي إنني لا أجمع لنفسي فقط، ولم يبق لي من العمر أكثر مما مضى. بل أنت اليوم أشب وأفتى من البارحة. وماذا تنفع التعلات مع اقتراب الأجل؟ على أنني لو مت غدا أموت وأنا طيب الخاطر، فأني أترك من صلبي من يحفظ اسمي بينهم، وما مات من ترك ولدا خفيفا على الصاحب ثقيلا على العدو. ولكنك لم تقل لنا أين تريد، فليس من عادتك أن تترك بيعك لأحد حتى لولدك. أما والله إن بقائي عند تجارتي أحب إلي، ولكنها تكاليف القوم. أهو مغرم أم دية تخرج فيها؟ لا هذا ولا ذاك، بل هو ما يشغل الناس من أمر محمد، إنه يخرج لقبائل العرب في الموسم يدعوهم إلى دينه. وأنتم تخرجون لتدعو إلى دينكم؟ ويحك، كيف ندعوهم إلى ديننا وهم عليه؟ إنما يدعو إلى دينه من جاء بأمر حدث، ولكننا نصرفهم عنه ونستهزئ برأيه. ألهذا الحد بلغ أمر محمد فيكم حتى شغلكم عن تجارتكم وقعدتم له وأنتم شيوخ مكة وعقلاؤها؟ ما وجدت شيئا يغير وجهه كالاستهزاء به إذا مر بي وبأمية بن خلف والعاص بن وائل، وكل ما يغيظه يرضيني. أما تجارتك، أقصد تجارتنا، فأخي الوليد لها. وأنت؟ أنا كما قال أبي، لا أصبر عن ركوب الخيل وتسديد الرمية. ما بك أيها الوليد؟ هل تخشى أن يغرك الشارون؟ لا أراك وأخاك على أمر واحد يا خالد،
لماذا تتعمد أن تعكر صفوه؟ أنا؟ والله إني أحبه يا أبتاه، وإن كان لأم غير أمي، ولكني أريده صلبا لا يكسر. وقد يكسر الصلب يا خالد قبل اللين، فلا يغرنك ما ترى من وداعة نفس أخيك. لقد ساد العرب رجلان، رجل بسيفه ورجل بحلمه ولينه. يا معاشر العرب، بطونها وصدورها، قد علمتم والله أننا أهل الحرم وحفظته. ما أرادنا أحد بسوء إلا قصمه الله ورد كيده في نحره. وما خبر الفيل عنكم ببعيد؟ وقد ظهر بيننا هذا الرجل الذي سمعتم بخبره، يزعم أنه على شيء وما هو على شيء، يريد أن يقطع أرحامنا ويسفه آباءنا ويعيب آلهتنا التي هي آلهتكم. وما أراه إلا اتبعه أراذلنا وسفهاؤنا ومن كان بلا رأي. أقول هذا فيه وهو منا معشر قريش. لقد كنت أولى الناس أن أستر عليه ظنا برحمه فينا، لولا أنه أحدث أمرا لا يريد إخفاءه. ولقد علمت أنني لو لم أعبه لكم لعبتمونا فيه، ولو لم أبرأ لكم منه لحملتمونا وزره. فصار حقا علينا أن نخلص لكم بالنصيحة كما أخلصنا لكم في حفظ هذا البيت. وقد نظرنا في الأمر قبل مقدمكم، فوجدنا أنفسنا بين أن نستر عليه ظنا برحمه فينا أو نحذر العرب من سحره وفتونه، فاخترنا خيركم على خيره وإن كان منا. يا أهل الحلم، نشدتكم حرمة هذا المكان أن تنصفوا، أولو كان ما جاء به خيرا، أفما كنا أولى الناس باتباعه ونحن أهله وعشيرته؟ أفكنا نؤثر بخيره الناس دوننا؟ وهو يقول اتبعوني تنصاع لكم رؤوس العرب، ونحن نقول قد عرف العرب قدرنا فلا حاجة لنا بقتالهم. ولا إنه لساحر يريد أن يفرق بين المرء وأهله وبين الرجل وماله. فإن كنا قد رددنا عليه سحره فما يليق بنا أن نقبل للناس ما كرهنا نحن من صاحبنا. النخوة تأبى والمروءة تأبى. إلى متى يعتريك كل هذا الهم؟ هذا كله لأن بلال بن رباح قد سبقك إلى الحرية. لا تذكر اسمه أمامي. ويحك، ماذا فعل لك؟ أكنت تريده أن يرفض حظه لكي ترضى؟ ثم ما يضرك من اعتاقه إن لم يكن يفيدك؟ إني لا أحسده. بلى تحسده. بلى أحسده، أحسده، أحسده. لم لا؟ كنت أراني أقوى منه وأكثر جلدا، ثم رأيت منه ما تعجز عنه الرجال، وكنت أتعجل الحرية. أما هو فكنا نظنه قد استمرأ العبودية، ثم ها هو قد سبقني إلى غايتي. من فلت من قيد سيده حتى انفلت قبلها من دينه لقد اختار لنفسه، فكان ذلك أول ما خرج من رق سيده،
واذكر أنه دفع ثمن ذلك من لحمه، ولو لم يدركه أبو بكر لهلك على حاله. إن شئت فافعل مثله لعلك مسلم، إن كان يسلمك إلى من انتهى إليه بلاد. ما أقل عقلك يا امرأة، أحسبت أنها إن صحت مرة تصح غيرها؟ إذن لما بقي في مكة عبد مثلي إلا وسارع إلى الإسلام ليستجلب به مسلما يشتريه فيعتقه. وإذن لا أدرك أسيادنا الحقيقة وأدركها المسلمون كذلك، فلا هؤلاء يبيعوننا ولا أولئك يشترون فيعتقون. إني أنظر إلى بلال. لا تنظري إلى بلال وحده، بل انظري إلى ما تفعل قريش بمن أسلم من أبنائها. لقد والله صار حالهم شبيها بحالنا، فكيف يفعلون بنا نحن؟ لا، إن الذي لا يملك نفسه لا يملك رأيه. قد فعل بلال عكس هذا، اختار دينه وانعتق من دين سيده أولا ثم انعتق من رقه. بل قولي أعتق. هذا أو ذاك، إنه الآن حر يملك نفسه، إن شاء ذهب وإن شاء أتى، إن شاء استيقظ وإن شاء نام، وإن شاء تزوج. ما لي ولهذا الحديث؟ هل جئت تزيدين ضرام ناري؟ على رسلك، لا تغضب. بلال بلال بلال، ما يدريني إن فعلت مثله تكلفا أن يصيبني غير ما أرجو فيضيع حظي من الحرية إلى الأبد. أنا لا أريد شيئا غير حريتي، حرية يدي ورجلي، حرية جسمي، ثم بعدها أفكر بما يفكر به الرجال من أمر دينهم. بل لا يهمني عندها إن كنت على دين قريش أو على دين غيرهم. لذلك سأسلك إليها مسلكا مأمونا. وما ذاك؟ أطيع سيدي وأجتهد في إرضائه حتى يقبل مكاتبتي يوما، أو يعتقني رضا وكرامة. هل خذلتك قدماك أيها العاجز حتى تسبق بالرجوع دوني؟ حسبك يا أبتي، قد سمعت منك ما يكفي. أما أخوك هذا فقد نفضت يدي من عونه، فماذا عليك أنت لو أعنتني بالقول؟ لو رآك سادة قريش تخطب في الناس مثلي. ولكني لست خطيبا مثلك، أنا لا أحسن من القول إلا ما أجده في قلبي فيتلقاه لساني، لا أجمله ولا أحبره. ألا تجد في قلبك ما تعيب به محمدا؟ قد حاولت يا أبتي، يعلم الله أنني حاولت أن أكون على مثالك، ولكن الناس لا يتشابهون دائما، حتى الولد وأبوه. من أشبه أباه فما ظلم. أما تريد الآن أن تطعم في نسبي منك؟ ماذا كنت تريدني أن أقول للناس؟ مثل ما كنت تسمعني أقول، محمد ساحر ولم يتبعه إلا أراذل القوم وسفهاؤهم. لا بأس في هذا. إن كنت تذكر بلال بن رباح وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود، فماذا تقول في أبي بكر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن أما أنت فاصمت ولا تؤذني بكلامك. متى كنتم تعدون هؤلاء في أراذل القوم؟ وماذا تقول في محمد نفسه؟ أليس من أوسطكم نسبا إن كان الرجل بنسبه؟ أو تريدنا أن نكذب يا أبتي؟ أو يسرك أن يكون ولدك ذا وجهين يبطن شيئا ويظهر غيره؟ واللاتي ما زدت على أن عدتني بالكذب. حشاك يا أبتي، هو ذاك ورب الكعبة. لعلك تؤمن بما تقول. وأنت غير ذلك؟ هل جلست إلى محمد أو بعض أتباعه يا عبد الله؟ قل، هل استمعت إلى محمد والصبيعين معه؟ لم أفعل، ولئن فعلت لتكونن أول من يعلم.
فمن أين تجيء بهذا الكلام؟ منكم، منك أنت ومن أصحابك. ما عقلنا عليكم إلا وأنتم تقولون محمد الأمين، محمد أصدق الناس وأبرهم بالرحم، محمد خير فتيان قريش. إن أراد أحدكم أن يترك وديعة تركها عند محمد دون غيره، وإن أراد أحدكم أن يستأمن رجلا على ماله استأمن محمدا. ثم لم نصبح يوما إلا وأنتم تقولون هو كذاب وهو ساحر يريد أن يقطع الأرحام. لئن صدقناكم البارحة فقد كذبناكم اليوم، وإن صدقناكم اليوم فقد كذبناكم البارحة. هل تصدقوننا البارحة واليوم؟ أو أنت مقتنع بهذا يا أبتي؟ لا أظنك تقتنع به وأنت من أنت عقلا ورأيا. كنت ترى أن تعادي محمدا فافعل، ولكن التمس لذلك شيئا تطمئن إليه ثم اجهر به على سواء. فوالله ما تقولون في محمد قولا تعرفون خطأه إلا كان عليكم، لكأني بكم تردون على أنفسكم بأنفسكم. والذي يحيرني أن أحدا من العرب لم يدع قبل الآن مثل هذه الدعوة، فكيف خطرت لمحمد؟ لو زعم أنه قد صرع الغول أو أكل الليث في بعض أسفاره لقلنا قد زعم رجال مثل زعمه، ولكن النبوة وحي السماء لم يقل بهذا أحد قبله فيحتذيه محمد. فهو يريد أن يكون أول قائل به ثم يحتذيه آخرون، وإن طلب المجد يذهب بالرجال كل مذهب عجب. المجد؟ فقد عرضتم عليه الرياسة والمال، فهل أجابكم؟ إنك واللاتي تدافع عن محمد دفاع رجل من أتباعه. بل أدافع عنك يا أبتي، أدافع عن رأيك. إني لا أعرف ما يدور في نفسك يا عبد الله، ولكن واللاتي والعزى، إن عرفت يوما أنك جلست إلى أحد من رجال محمد لأجعلنك في الأبناء مثلا. أبي، رقبتك، ما الذي جرى؟ ألا تذكر لي كيف حدث هذا؟ اذهب يا عكرمة. كيف أذهب وأنت على؟ قلت لك اذهب. ألم يقص عليك أبوك الخبر؟ لو فعل لما طرقتكم الساعة. أهو رجل شجع أبي؟ لو كان أي رجل، ولكنه حمزة بن عبد المطلب. حمزة؟ انتصر لابن أخيه؟ إن للدم حمية يا ابن أخي. لم يهن عليه أن يوقع أبوك بابن أخيه محمد، ولقد والله أغلظ أبوك له القول وسبه سبا شديدا. ولكن حمزة على ديننا. ليس بعد، ليس بعد. أسلم؟ قد فعل. لعله فعل حمية وليغيظ أبا الحكم. ليس حمزة بالذي يقول شيئا ثم يرجع عنه. واللاتي ما عز محمد قبل الآن برجل مثل حمزة، وما نقدر بعد الآن أن ننال منه كالذي كنا ننال. وأبي، أبي لم ينل من حمزة كما نال منه؟ هل تركه يضربه وهو ساكت؟ ويح بني مخزوم، كيف يدعون رجلا منهم يؤذى ولا يتحركون له؟
دع اللوم يا عكرمة، لقد قام نفر منا لينصروا أباك ولكنه كفهم عن ذلك. أبي الذي كفهم عن ذلك؟ نعم، قال اتركوا أبا عمارة، والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. إن كنتم قد قعدتم عنه فأنا لحمزة. قف يا عكرمة، على رسلك، إنه حمزة يا عكرمة. وأنا عكرمة. لن تضره بشيء، انظر ماذا حدث. أبوك سب محمدا فانتصر له حمزة ثم آمن له، فإن أنت قاتلت حمزة فولاتي لينتصرن له بنو هاشم ثم بنو عبد مناف، ثم لتجدن بعضهم يؤمن لمحمد كما فعل حمزة. ولقد رأيت لك قبل اليوم رأيا، فاتبح جماع نفسك. تعال واجلس معنا. ليس بعد اليوم يا محمد، أبي يضرب ويهان بين الرجال ثم لا أجتهد في عدائك؟ قد خذلت أبي إذن وعققته. يا معشر قريش، قد رأيتم أصحاب محمد يكثرون ولا يقلون، وما تفرق الموسم حتى فشى ذكره بين قبائل العرب كلها. ألا أقوم إليه فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ بلى يا أبا الوليد، بلى يا أبا الوليد، قم فكلم. تقول أبي خرج يكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هو ذاك، وقد عجلت إليك بالأمر. أحلف، نحن نحلف معك. ما وراءك يا أبا الوليد؟ ورائي أني قد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة ولا السحر. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله نبأ عظيم. فإن أصابه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قد سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. نقيم على عداوته ما حينا. كنا نطلب أن يعتزلنا محمد، والآن يطلب منا نحن أن نعتزله. إن كنتم لا تريدون أن تستجيبوا للنبي فلا أقل من أن تصغوا لرأي أبي. النبي؟ أقبل يا أبا حذيفة، أو حقا يهمك رأي أبيك ودين أبيك؟ لماذا لا تجلس معنا فتشاركنا في الكيد لعدونا؟ سمعت أنك ذو رأي حصيف، وهذا سالم معك أيضا. ما أحوجنا لرأي سالم، لعله يجد لنا مخرجا مما نحن فيه، فقد عجزت عقول سادة قريش. تعال يا سالم، تعال قل لنا ما نحن فاعلون بمحمد وأصحابه؟ نجوعهم؟ نعطشهم؟ نبطش بهم؟ أم نخزيهم؟
أقصر يا أبا الحكم. لماذا لا تقول أبا جهل كما يعلمكم محمد؟ ما هذا الذي تقوله يا أبا الحكم؟ ألم تعلموا أن أبا حذيفة قد أسلم؟ فأسلم معه صفيه وخليله سالم ابن لا أدري. بل تدري يا أبا، تدري أنه صار ولدي. أدري أنك ادعيته ابنا، أما أبوه الذي ولده فلا ولاتي، بل أجهل كما تجهل. قد أنصف رسول الله حين لقبك بأبي جهل، إنك لتجهل الحق وتدعو إلى الجهالة. أتسمعون يا سادة قريش؟ إن كنت لا ترعى يا أبا حذيفة ذمة لأحدنا، فلا أقل من أن ترعى حرمة وذمة لأبيك الشيخ، قد كان والله في غنى عن عارك. قلت أقصر يا أبا الحكم، وإلا رأيت مني ما يسوءك. وهل أكثر مما نرى؟ أيها الصابئ، تركت دين أبيك وهو خير منك. لا نسفهن حلمك، ولا نقبحن رأيك، ولا نضعن شرفك. أخزاك الله أيها المشرك الفاجر الفاحش الذي أنت أيها الصابئ السفيه. حسبك يا أبا الحكم. أو يسرك ما فعل ولدك؟ أما ولاتي لقد آمن لمحمد منذ وقت وأنت تستر عنه. إن كنت تعجز عن ردعه فنحن نكفيك. لا يمسه أحد بسوء ثم يطيب له العيش. إنه ابني يا أبا الحكم. وسالم، إنه ليس ولدك. ألا تخلي بيننا وبينه؟ من صار ابنا لولدي صار من أهل بيتي، ما يلحق به من سوء إلا أصابني. أتسمعون يا معشر قريش؟ إن أبا الوليد لا يريد أن يعطينا شيئا. إن هذا الدعي قد سره أن يجد في آل عبد مناف مطعنا. أليس الأجدر بك أن تعدو على شقيقك سلمة بن هشام وأخيك لأبيك عياش بن أبي ربيعة؟ أم تراهما أعز في بني مخزوم من ولدي في بيتي؟ لئن دخل الإسلام بيتي فقد دخل بيتك أيضا. أقم أمر بيتك ثم انظر في بيوت الناس. لا فض فوك يا أبتي، قد علمت أن لك عقلا لا يسلمك إلا لخير. إن كنت قد خرجت من أمري واتبعت محمدا، أفما كنت تستتر وتكفيني أمرك؟ والله ما وقفت في عمري موقفا أشد من هذا. ولكن يا أبتاه، قد سمعت من رسول الله وأعجبك كلامه. والله لو أردت أنا وصفه ما زدت على ما قلت أنت، فماذا بعد ذلك إلا الإيمان. كفى يا أبا حذيفة، وقد انتهينا من هذا منذ وقت. ولكن هذا الذي رأيت منك قبل قليل حسبت أنه... ما كنت لأرضى أن يقول الناس عدا رجل من بني مخزوم على ولد عتبة بن ربيعة وهو حاضر فلم يدفع عنه. لأن يعيرني الناس بإسلامك أهون من أن يعيروني بخذلانك. هذا فقط هو ذاك والحق الذي استمعت إليه؟ لقد رأيتك عائدا من عند رسول الله وقد تغير وجهك تأثرا لما قال. ما كنت لأفارق قومي وقد سودوني. ما عند الله خير وأبقى يا أبتي، وكرامة الدين خير من حمية الجاهلية. قد نصحت قومي فرأوا رأيا آخر، وما أنا إلا رجل منهم. Thank you.
أسمعك تقول شيئاً أيها الوليد. وماذا أقول يا أبتي؟ أنا على رأيك ما حييت، وفي نفسي من أبي حذيفة مثل ما في نفسك. قسمت ولدي بيني وبين محمد، فأحدهما له والآخر لي. ماذا يريد محمد مني أكثر من هذا؟ أعينوني يا بني مخزوم على هذين السفيهين. أنا أحض الناس على محمد وصحبه، وفيهم رجلان من أهل بيتي. لا واللات، بل أبدأ بكما أولا، ذلك كي لا تبقى علينا حجة لبني هاشم وبني عبد مناف إذا عاديناهم في محمد. هذا فعلنا بالسفهاء من بني مخزوم. والله ما يصبأ أحدهم ثم ينام في فراشه، بل يلقى هنا معكما حتى تجيفوا. شقيقي وأخي، ما يبقيك هنا؟ منذ متى كان هذا؟ أحسبه منذ وقت بعيد، ولكنه كان يكتمه عني. وابنتي سهلة؟ ابنتك سهلة على دين زوجها أبي حذيفة. أما والله لقد اقتحم محمد علينا بيوتنا ولم يرفع بعد سيفا، فكيف إذا فعل؟ نحن في هذا سواء يا أبا يزيد. أجل، لقد أسلمت ابنتي أم حبيبة مع زوجها عبد الله بن جحش. لا يعاتب الرجل في دين ابنته وقد صارت على ذمة زوجها. أما الولد، ابنتي سهلة تسلم مع زوجها أبي حذيفة. قد عشت لأرى هذا. لو كانت ما زالت في ذمتي لعرفت كيف أردها. كيف؟ كيف؟ تضربها؟ أفعل أي شيء ولا أبالي. هو ذا قادم. ألا إن من كره قوما هجرهم ولم يؤذهم بنفسه، أو ما سمعت يا أبا عبد شمس؟ هذه الجنة التي يذكرها بعضهم، يقولون إن فيها نساء ولا بنات الأصفر، وفواكه لم تعرفها الشام، وقصورا ولا قصور كسرى. وقد عزمت ولات أن أبتاعها جميعا بمئة أوقية من الذهب حتى لا يدخلها غيري. أفلا تشركني فيها يا أبا علي؟ ضيفا على الرحب والسعة. أزيدك فيها 50 أوقية. لا ولات لو دفعت بكل مالك، ولكني
أقطعك منها ضيعة تقيم فيها مع عيالك. كفيت ووفيت يا أبا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سأقتلك يوما أيها العبد. أنا أقتلك إن شاء الله. واللاتي ما أنصفت بنو هاشم حين تركت محمدا يقدم دينه، فإذا طلبناهم امتنع منا بنسبه، ونحن لا نقدر أن نمتنع من دينه بأنسابنا. إنه يأخذ من نسبه لدينه ثم لا يرضى أن نأخذ من دينه لأنسابنا. واللاتي ما هذا بنصف، قولوا يا معشر قريش. واللاتي ما بقي لنا حجة على بني هاشم إلا احتجوا بها علينا، فنحن في ذلك سواء. ماذا تعني يا أبا علي؟ كيف تعاتبون بني هاشم في محمد بعد الآن، وفي بيوتكم من آمن له من أقاربكم وفلذات أكبادكم؟ لقد اختلط الأمر يا أبا الحكم، فما هي بين هاشم وقبائل قريش؟ إنما هي بين من اتبع محمدا منا ومن بقي على دينه منا أيضا، فأينما نضرب نصيب من أنفسنا بأنفسنا كجاذع أنفه بيده. إذن أشيروا علينا يا معشر قريش، فإن الخطب يستفحل. قل يا أبا عبد شمس، فأنت أسن القول. ماذا يفعل رجل أصيبت إصبعه حتى فسدت وجافت؟ إن تركها على ما هي عليه أخذت معها اليد كلها ثم الجسم كله. الأولى به أن يقطعها ويستبقي نفسه. والذين آمنوا لمحمد منا من بيتنا ما زالوا قليلا إلينا. نخلع دماءهم من رقابنا، فأي رجل أصاب منهم فلا عدوان عليه. ليس هذا بالرأي، فإن الدم عزيز يا أبا الحكم، ولقد علمت بأن أحدا لن يسلمك ولده لتقتله، وما أنت بمسلم بعض أهلك لأحد. ولكني أشير عليكم بغير ذلك. فقل يا أبا عبد شمس. أما عبيدنا وغلماننا فلا هم إن عدونا عليهم بأيدينا أو عدى عليهم غيرنا، فليس لهم حرمة. وأما أهل بيوتنا فتثب كل قبيلة منا على من فيها من أصحاب محمد، فتحبسه وتعذبه وتجيعه وتعطشه حتى يثوب أو يقضي على ذلك. فإن أحدنا يرضى أن يسطو بنفسه على ولده، ولكن لا يرضى أن يكون ذلك بيد غيره.